لكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونه تربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق كواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين يوم الأربعين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات
فأولئك لهم الدرجات العلا على العهد والولاء تتوجه الحشود المليونية من مختلف البقاع إلى كربلاء المقدسة عند ضريح سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام لتفصح أفئدتها عن ولائها وحبها في العشرين من صفر الذي فيه استحباب زيارة الأربعين، فما أطيبها وما أعظم اسمها حينما تخترق الأسماع فتمتزج مع الروح لتذكرنا بنشيج مسير السبايا من آل الرسول صلى الله عليه وآله وآهات رحلتهم في الصحراء المترامية، وهي زيارة مروية عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: تزور عند ارتفاع النهار وتقول: ونحن جميعا نتوجه إلى مرقد سيد الشهداء سلام الله عليه، ونتقرب إلى الله تعالى بزيارته المخصوصة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا
وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا، ومت فقيدا مظلوما شهيدا. وأشهد أن الله منجز ما وعدك، ومهلك من خذلك، ومعذب من قتلك. وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتلك، ولعن الله من ظلمك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. أشهد أني أشهدك، اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه، وعدو لمن عادى. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي، الرضي الزكي، الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن، وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم، آمين رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ارفعوا أيديكم بالدعاء ورددوا معي هذه الآية بأعلى أصواتكم ومن أعماق قلوبكم. أمن يجيب المضطر إذا دعا، ويكشف السوء، 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 أمن يجي
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا لا إله إلا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات. يا الله، وعد المصير صلاة 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 المصير صلاة
تقام صلاة الجماعة إن شاء الله وتفضل الشيخ صلاح الكربلاني إمام الجماعة فضيلة الشيخ صلاح الكربلاني وفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن علي ولي الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله تعالى وقوته نقوم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته وقرب سيرته وزكاته حول الله تعالى وقوته قوة قدرته.